أهلا بكم. اليوم غادي نتكلموا على المعجزات الصحية للفستق أو للبيستاش. كيتربع على عرش قاموس الأغذية الصحية مصطلح المكسرات، ومن ضمنها كنلقاو الفستق اللي كيستحق لقب صديق القلب والعقل واللياقة البدنية. وهذه معلومات سريعة حول الفستق. أبرز فوائد الفستق أنه كيمتلك خصائص مضادة للأكسدة، كيحتوي على الكثير من البروتينات، كيتوفر على الدهون الصحية، كيتوفر على المعادن، كما أنه يعتبر مصدر جيد للفيتامين E. ومن بين الفوائد الصحية للفستق التي لا تعد ولا تحصى أنه كيساعد على خفض الوزن، كيعزز صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء، كيساهم في خفض مستوى السكر في الدم، كيعزز امتصاص الحديد، كيساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، كيساعد الفستق كذلك على زيادة كفاءة المخ، كيقوي جهاز المناعة لمكافحة العدوى، كيحافظ على صحة العين، مهم بزاف بالنسبة للحوامل والأمهات بشكل عام، كما أنه مهم جدا للمرأة المرضع لأنه يعمل على زيادة إدرار الحليب. وفي الأخير لازم أننا نشير على أن الحصول على فوائد الفستق يتطلب تناوله بكميات عادية وعدم الإكثار منه، فقد يتسبب الإفراط في استهلاك الفستق الحلبي بالعديد من الأضرار، بحال مثلا أنه يؤدي إلى مشكلات واضطرابات في الجهاز الهضمي بحال الإمساك والنفخة وألام البطن والإسهال، بالإضافة إلى أنه يقدر يتسبب في ارتفاع ضغط الدم خصوصا عند استهلاك الفستق المملح.